ليه؟ هو مين اللي عمل المشاهدة؟ مش انتوا؟ طب ما تتفرجوش، طب ما تتفرجوش. روحي دوري على شغل بدل ما تهاجميني وتبصي على حياة الناس. وبعدين أنا خريجة معهد فنون مسرحية، يعني أمثل وأقدم برامج وأشتغل في الإذاعة كمان. ده كان رد الفنانة مروة عبد المنعم على المتصلة اللي هاجمتها برنامجها بسبب قلة الشغل. مروة عبد المنعم بقت حديث السوشيال ميديا بعد ما انتشر مقطع من حلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت فيه متصلة بتهاجمها وقالت لها: أنا عندي مشكلة في الناس اللي تشتغل في مهنة مش بتاعتها، زي حضرتك كده مثلا. المفروض انك ممثلة لكنك بتشتغل مذيعة، مش عارفة تيجي ازاي يعني. الاعداد كان هيقطع المكالمة على المتصلة اول ما الهجوم بدأ يزيد، لكن مروة طلبت من فريق البرنامج انهم ما يقطعوش الاتصال. جماعة ما حدش يقطع حاجة، وانها عايزة تسمعها للاخر. المتصلة وضحت ان بقالها سنين بتعاني من قلة الشغل، وقالت: انا خريجة اعلام وداخلة على 28 سنة ولسه ما لقيتش شغل في مجالي لاني خريجة اعلام، في حين ان واحدة زيك ممثلة واخدة مكاني. كمان انتقدت طريقة تقديم مروة عبد المنعم وقالت لها: حضرتك ما ينفعش تطلعي برنامج بجينز وكوتشي. المذيعات زمان كانوا بيلبسوا تيير وبيظبطوا شعرهم علشان شكلهم يكون راقي قدام الكاميرا. الموضوع ما خلصش على كده، دي كمان وصفتها بالتناقض لانها كانت عاملة حلقة بتتكلم فيها عن الانوثة، رغم ان معظم لبسها كان كاجوال ومش مناسب اطلاقا لتقديم البرامج. مروة قالت لاعدادها: دلوقتي نقدر نقطع الاتصال، وشكرت المتصلة وقالت لها: انت حتى ما حاولتيش تشتغلي في مجالك، وعلى فكرة انا قبل ما اكون ممثلة اشتغلت مندوبة مبيعات وسمسارة وسكرتيرة، حاولت كتير علشان اوصل للي انا فيه دلوقتي. من ساعتها ومروة عبد المنعم وهي متصدرة الترند على السوشيال ميديا، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب ردها على المتصلة. ومن ناحية تانية في ناس بتقول ان المكالمة دي فيك، وده واضح من صوت المتصلة اللي كأنها بتتكلم وهي جوه الاستوديو، وانهم قصدين يعملوا كده علشان الترند وكنوع من انواع الدعاية للبرنامج. تفتكروا المكالمة دي مترتبة فعلا ولا لأ؟